شاء الله ألف مبروك يا أبو جميل. خبرية حلوة، إن شاء الله ألف مبروك يا أبو جميل. يا سيدي الله يبارك فيكم ويبارك حبايبكم. أبو جميل، شلون قدرت تقنع المسار؟ والله يا مختار مو أنا اللي قنعته، أبو عامر هو اللي قنعه. أبو عامر؟ إيه، راح لعنده على البيت وطلب إيد أخته لأبني صبري، ومسهر وافع على الحارق. إيه، على خير إن شاء الله. عمي، أبو عامر كلمته بالحارة ما بتصير تنتين، هيك أبو راتب؟ إيه. يا على خير على خير. الله يقدم اللي فيه الخير. يا سيدي الله يسلمك. خير أبو راتب؟ شايفك مو على بعضك. مرزوق يا مختار، مرزوق. شو ما مرزوق؟ لهلا مو مبين، وبصراحة قلبي عم يغلي عليه. هلا ما حدا راح سأل اخواته البنات عنه؟ سألوا، بس ما حدا شافه منه. شيخ، وين بده يكون راح؟ وين اختفى؟ أخي أبو جميل، الغايب عزره معه، ألا مرتاي اللي جاي. على خير إن شاء الله، الله يقدم اللي فيه الخير. عقبال كل بنات الحارة بالستر وراحة البال. آمين يا رب العالمين. وألف مبروك فريال برجعتك لجوزك. الله يبارك فيكي شهيرة خانو. والله فرحت لك من جوات قلبي، وفرحت لإلهام بجوازتك. تفرحي بإحبابك شهيرة خانو؟ ألف الحمد لله اللي صارت إلهام بجوزك. والله ما في أحلى من سترة المرأة بجوزك. مظبوط كلامك، يسلم هالتم. سترة المرأة بجوزك. مظبوط. بصراحة يا أم معروف، أنا بعتت وراك لأني حابة رجع المي لمجاريها، وبدي أحكي كمان معك بموضوع. خير شهيرة خانة؟ ليقوم يجي ويشوفك. لك ما رح يجي، ما رح يجي. شنو طلع برات الحارة يا عيون؟ لوين راح؟ شو بيعرفني وين راح؟ ولا قال لحدا لوين رايح. وأنت شو بدك جاي؟ يعني ليش جاي؟ فوتي جيبي مصاري، شنو كتير متضايق. واللي ما معه؟ بك هلا ما عاد تقدري تدبري راسك يا فوزية. ما معي، والله ما معي. فوتي جيبي مصاري من مصاري تبعات جوزك. يا لا، ما بقدر، ما بقدر منوب. يا شلون ما بتقدري؟ هلا ما عاد تقدري تدبري راسك فوزية. صدقني يا كداس، صدقني انه ابو عامر قافل الصندوق واخذ المفتاح معه. هيك لك؟ اي والله. ماشي، انا جاي بكره وبدك تدبري مصاري غصب عنك. خلص خلص ماشي، رح اشوف كيف بدي ادبره. فوزية الله يطعمك، ما تدبري المصاري، لا تشوفي شيء بحياتك ما شفتي مثله. بدك تخطبي بنتي نبيها لأخوك أبو عامر شهيرة خانو؟ إيه يا أم معروف، ونحن إلنا الشرف بنسبكم. نحن اللي بيزداد شرف فيكي وبأخوكي شهيرة خانو. بس يعني خير أم معروف، يعني لا تواخذيني بهالكلمة، أخوك أبو عامر عنده 3 نسوان. مظبوط يا أم معروف، بس أخي أبو عامر ما عنده غير ولد واحد عامر، يعني هو ناطف قلبه على الأولاد، ومن حقه إنه يكون عنده أولاد ويعبوا هالبيت. والله من ناحية من حقه، من حقه، بس يعني بتعرفي شهيرة خانم، هيك قصص ببت فيها الرجال. بقى الشور شور ابني أبو محمود، بشاوره برد لك خبر، وإن شاء الله ربي يقدم اللي فيه الخير. وشوفيها بنتك رح تكون عنا معززة مكرمة مثل كل نسوانه إذا صار نصيب. ولو يا شهيرة خانم، طول عمركم بيتكم بيت العز والجود والكرم. تسلمي تسلمي يا أم عروف. يعني ما صار إلا وساوت اللي براسة شهيرة خانو وخبط له نبيها لابن عمي؟ شهيرة خانو مو بتعرفيها، ما بتساوي إلا يلي براسة. بعدين نحن ما فينا نقول شيء مشان ما يزعل ابن عمي. هي الجوازة ما لازم تتم، ما لازم تتم. يو ليش بقى؟ لك شو ليش بقى؟ انتي نسيانة انه نبيها بنت صغيرة؟ اي والله والله، بكرة ابن عمي ليدللها ويشيلها على كفوف الراحات، وخاصة اذا جابت له ولد. اي ما بقى يتطلع لا فيني ولا فيكي. اي لا، ابن عمي ما بيعملها. وليش بقى حتى ما يعملها؟ هي انتي فوزية خانو، جوزتي ابن عمي وجبتي له ولد، بس ما تخلى عنا. وشعوا لهلأ عم يعطي كل وحدة حقها ومستحقها، وما عم يقصر مع ولا وحدة فينا. مطيعة، هي الجوازة ما لازم تتم، يعني ما لازم تتم. ولا نسيتي شو صار من ورا موتة زهرية؟ شو قصدك فوزية خانو؟ تعرفي شغلة؟
أنا الحق علي إني إجيت أحكي معك لأنك عن جد ما بتفهمي. يخرب بيتك من حالك شو سئيلة؟ عن جد ما بتفهمي؟ شو بتقصد بكلامها يعني؟ أبو عامر بده يتجوزني؟ إيه أبو عامر. بس يا في الريال بس شو؟ أبو عامر أكبر مني بكتير. رجال ما بيعيبه العمر يا نبيها. رجال بيعيبه جيبته وأخلاقه. أبو عامر أخلاقه بتشد فيها كل رجال الحارة، والله منعم عليه ورجال الحارة كلهم بيعملوا له حساب. إيه بس هو متجوز 3 نسوان. وإنتي رح تكوني الرابعة والمدللة، خصوصي إذا جبتي له ولد رح يعزك أكثر من فوزية. هيك قولتك؟ هيك الأهل بيقول. لك تحكي بعبك إنه أبو عامر كرم بده يتجوزك، وشهيرة خانة ما في أطيب من قلبها، رح تسعدي عندها كثير. ما بعرف، الله قدامي فيه الخير. فكري منيح، هالجوازة ما بتصح لك مرة تانية، خدي بنصيحتي.